زي ما بتعرفوا هذا رمضان غير عن كل رمضانات، خصوصا مع الكورونا. كورونا هي سوف تكون صعبة لبعض الناس، لكن لي لا. نصم كل كورونا في البيت وأنا ألعب فورتنايت. فربما رمضان هذه السنة سيكون فرصة لنا باش نكونوا أبسط، أقل إسرافا، صحيين أكثر، وأقرب إلى بعضنا البعض. لا مساجد، لا إفطارات جماعية ربما، لا تسوق مجنون كالعادة، وما في قرنقوع للأسف، لأنه نحن الأطفال كتير بيحبوه، لأن نصير نلبس الملابس الشعبية، بعدين بنروح في أماكن فعالية، نصير نأخذ من هناك حلويات، وأصدقائنا بيعطون حلويات وهدايا. So I feel like it's a good time to have more reflection on yourself and build a different connection with Allah subhanahu wa ta'ala. Spend time with your close family members. هناك فكرة أن ندعو إلى الإفطار الجماعي على الشبكة، على الإنترنت، بحيث كل يحضر إفطاره ومعا مسلمين وغير مسلمين ومعا على الإنترنت نفطر سوية في وقت المغرب. لازم ما نتخيل الكورونا وحش وجاي ياخذ رمضان منا.